ابن بلوطة عربي من نسج الخيال، مسافر رحال، جال أقطار العربان يجمع قصص تلك البلدان. يجلس في المقهى ويمضي وقته يروي للساهرين حوله قصة من أقاصيصه، فمن عرف من السامعين المعاني المخبأة بين سطورها نال منه هدية قيمة. شاش باش، العب يا منصور. سيودو، ممكن واحد شاي لو سمحت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا بابن بلوطة. هلا، لمن هذه القبعة الجميلة؟ القبعة المنزوعة الخيوط؟ إنها لزوجي منصور. هل أكرر قصتي عليك؟ اشتريت هذه القبعة منذ أسبوع ودفعت ثمنها غالياً. يوم وضعتها على سترة البنية اللون، راحت ابنتي تنزع منها الخيوط الحمراء لتناسب لون السترة، وكذا فعلت زوجتي بالخيوط الصفراء مع السترة السوداء. فماذا أفعل مع السترة البيضاء غدا؟ اسمعوا يا أصدقائي، كان لرجل زوجتان، إحداهما شابة واسمها حانة، وأخرى عجوز واسمها مانة. وكان للرجل لحية خالطها الشيب، فعندما كان يبيت لدى زوجته الشابة حانة كانت تلوم فيه الشيب الذي يوحي بكبر سنه ويعيب شبابها، فكانت تطلب منه نتف الشيب من لحيته لكي يبدو شابا أمامها، ولئلا يقول الناس أنها تزوجت برجل من سن أبيها، فكان يفعل كذا إرضاء لها. وعندما يبيت لدى زوجته العجوز مانا، كانت تعيب عليه كثرة الشعر الأسود في لحيته نسبة للشعر الأبيض في رأسها، فكانت تطلب منه نتف الشعر الأسود من لحيته لكي يعطيه الشيب وقارا، ولئلا يقول الناس أنها تزوجت من رجل بسن ابنها، فكان يفعل ذلك إرضاء لها. وبعد أن تكرر هذا بين زوجتيه حانة ومانة، لم يبقى له شعر في لحيته، فنظر في المرآة وقال: بين حانة ومانة قد ضيعنا لحانة. وما العبرة من القصة يا ابن بلوطة؟ هاتوا أنتم بالعبرة.